كلها كسور هذا استريم نجست برنامج كلاس كفلامتا برنامج كنا كسور قادنا ورك أفلامتا الناس يكسمين تعترض في المدى المركز تعترض سارا نغش جراياشا برنامج كنا حسوا كلا كسور قادنا حبين أنا قلت لك لنا حواها جارك يعني قرصان يسوق كله أسبوع قبل في المدى سوى ترجمة هدي المركز كور منه في المدى تعترض سارا وحاولين فيلم حلو مع روكي أورا نيكي بريم كهاني فيلم كان حد جناسي سوا وكتل لابي لعقته نظيف كه بقول قرار وحنا مركز هي بوكس أوفيس دي ويرني سائل بقول شكر مركز سوا كلو كتل لابي وحنا مركز سوا قات لابي أسبوع وأدو ونكسن فيلم كان وحنا مركز أسبوع يصير هذا ولا كل مدونة عقبض وين ما دام الجماعة أنت اعترض على صار دونا فيلم مركز سوا وين وكم ديهن قدرتو أو ما قدرتو الفيلم كسوا كلو مجا عبد جيلر سكستوا هاتي فيلم كان ودايركتر كيا كرن جوهر سو كله جامين يعني رفيرسيني عليا بعد وآ فيلم جعلي في مليارة وحمر كاسي هذا بوكس أوفيس دي ورنسا إن فيلم كان وخندون فيلم جولستي أو سمي هيد أهيد مجاير دونه وحنا لو ورنا إن ودبان فيلم كان العكتي شو كويش تاج دونه بقول لا تشان كرر إلا بصدق كرر العكتي النظيف كا فيلم كان مركل في ريو عالم كأبد دي بدأ هذا يوجد مي وحنا وكان غضي سوبر هيد ما دام العجب بدل مركاسي تعترض عالم كوكسو حري لنا عقل الجماعة هن وحامر كاس ونخنا الجمعي ووين بول ووتكا سنة كان لو كنا سيد حيلة وطن وحنا مركز في اللي مو وين لسار دونا تياتر إذا لقى في ذي سنة فصحة ما الما حريد أدلك إنديا وحاسبوع أنت تياتر هذا كده قلم دونا في اللي مو وين وكم ديهن قدرتو الفيلم كل ما أو ما جوتو صبح دونا كوي توانك أغسطس الجمعة سوك الخميس أو توانك أغسط وحاسبح دونا فيلم كجار هو جاميك هيرجن كانث أما جاستوله هذا هو حامر كاس إنه إيه دونا ganaasiga markaasii la filayeen filimadan ay sameeyaan maalmaha markaasii ugu horeeya iyo tikidada sida hormariska loo iibsaday iyo lacagaha laga helay ankor mana gadaarto gadaarto tikididiis waxa loo iibsanaa si aan caadi ahayn waxaana markaasii tiyaatarada ugu waaweyn ee multiple kiska sida BVR in kus example sida laga iibsaday tikidada markaasii ka badan 150,000 oo tikid waxaana markaasii daqiiqad walba sii saaydayo tikidada la iibsanaayo waxa markaasii la filayaa in filimkan uu noqdo فيلم بامبر أبن كوفرما مجنس وهلا كوفرما واللي بس التاريخ آه مركل أجل أكون سدح على تنو حالة فيلم أنا خنده هنا فيلم كدي وان أما أنت كواد جنس وهو بدل من السماء تكيد هذا يعني يدل وده يعني واحد دي وان أو كلي أما أنت كواد الجماعة تهتك لسار دهنا أيال يفسد بقول شن كل أتجد هاد جمر كاسيل في إيريا مع المها كلنا وها مركز هاد التجد ظهر مارس كفيلم كان مركز وكتر لعبي لو بقول كنت نكون أتجد إلا سدح بقول أكون أتجد أيون أصعدا وأنا سوى له مركل في إيريا سي تجد كلاه جدنا عيو هدي أن فيرنا أو ما جاتو فيلم كان وح هذا تياتر هذا مرتبل كيس كعلى جيب سدي ليه إلى باتن كن أتجد مركز تاسو حموجين إن سنجرين واحد سكون دعها ولا وضن في المود حي ما دام أدي وكل سريان أم أدي وكل فوجيهين مركز في ريس سد لو يبسين عيو تكيد هذا ذي سد مركز هذا الحين تا فيلم ما مركز يوجستو أو ما جاتو أكشي كمر هو جامين سد وكل أنا فيلم مركز أسيد ديما هندو يكسب بدي عيان إد مركز أسيد تياتر هذا كحسين هذا ويرت هاي وحنا كبر نضرب كأي دعوياش وهايان فيلم كلهم مجا عابق قدرتو أو سند المركز هو جامين سد وكل ميشا باتين يوجستو هدي مركز أفيرن جايلر أو أفيلم مركز التميل على قد عوان ضان التميل تلقوه كليا ومت كمركز وقصة من تبدن فيلم هذا مركز أسبوع عن صوب بهدوانا واللي بس هو فيلم مركز سيب بايلينج وعم الله والله قد كلي مركز لوك دعوان دوانا جايلر هدا وح مركز سيل هاي ميسي هاي دي ون أو كليا طبعا قرر إن هذا لقيه عليه ما لين تمركز وهو رئيسا تيجي نظهر مرسكا على عكت مركز سيل لقيه عليه وحاسدك الله فيلا يا إن حتى وكنا حسب بدن كرو فيلم كلامه مع عابو قدرتو إن كستو قدرتو وهالصوت يا ترى هذا مركز سينجل سكرين كم ترى هذا مركز سيدات كم دبا خد الحياة دبا خد هو سيء أي فيلم هذا كده وضعن ماشى سوا حا مركز سيء لو أركاين تهاي سنو دول ماشى تاعي هو بدنو كه هستو إسكو سوا دوب قدرتو أو ما قدرتو الفيلم كلامه مع عابو جايلر أسبوع أنت يا ترى هذا مركز لو بنين دونا لكن هو هو هذا الحين ير مو سامي ير فيلم كشيء كمار إلو مع أو ما قدرتو جايلر رجني كانت أيام مركز سوق أمريكا سوق لو حا مركز كجرا أكتر وين كم يديهن جيك شرف إيمان لال وحنا مركز سوق دمبان وصبح دورا فيلم كان طبعا أقوى سؤال ما عليك بريا هذا الحين تأسبوع عن فيلم الصباح هالكاس كوميكا وحنا سوق اللي جرا دجال مركز سيكا سعودا بنك تيا ترى ذا يصير له قيب سنايو وحنا رحت دجال كخيب كا دايركتر كبير مع كارن جوهر كاس أو تفيلم كا روكي أو راني بريم كهاني روكي أو راني بريم كهاني جمعة وحنا خلنا سجمعي سدحات أسبوع يصير سدحات أنا أبي لعبناه وحنا مركز سوق دون ولي إنه حلو
حد معقول أو تياتر أو فيلم كيس قفلان فيلم كيس هذا وحا مركز أو نغضي فيلم مركز يقول ليستي أو سمي هاد مركز لشيشيغا إنو يهي لكن وحاول مركز أو دماعين هيا إن فيلم كيس مارما حريدة وقنعسي في عن سمية فيلم كان روكي أوراني بريم كهاني قلو مركز تياتر دي سكالي وحيو أقول لهين بغول كيب الله باتن شوية مركز تياتر دي لسحارة فيلم كان أساقا مركز شركة دي سو حيربتا إن بغول كي أفرتن أو يران مركز لسيو tiyaatarada dagaal kan waxa markaas uu keenay in Karan Johar labada maalmood la soo dhaafay taleefanka uu san dhigin soo kalena qolyaha markaas ee tiyaatarada iska leh asaga aad markaas ay isula hadlaayaan si loo siiyo tiyaatarada markaas ku filan filimkiisa filmka Rocky oo Rani Ibrahim kahani laba usbuuc ayuu hadda markaas gudmaya waxaan hadda ganacsi ka tala 100 crore laakiin damac weyn ku jiro Dharma Production shirkadda markaas lagu macaabay iska leeyahay Karan Johar waxa markaas ka badan dalabka daawadayaasha ay u hayaan filmka gadaartu taasna waxay keenaysaa in markaas ciriiri badan ay galaan kooxda filmkan iska leh soo kalna gadaartu ay soo babac dhigi karin sida markaas dalabaadka ee filmkan daawadayaashu u hayaan kala fiiriyo dhinaca kale hadii markaas afiirno warar kale ku saabsan isla filmadan waxa markaas la sheegay in Akshay Kumar scriptiga filmkan uu akhriyay sidoo kalena uu aqbalay isagoo isbitaal ku jira aktar kan waxa uu la xanuunsanaa xanuunka COVID-19 xitaa waxa uu ka qariyay familkiisa oo isbitaalka ayuu isu kala yeelay si markaas uu uga fogeeyo dhibaatada xanuunkan qoyskiisa si kastaba ha ahaatee directorka markaas filmkan maamulaya iyo shirkadda filmka iska leh Akshay Kumar waxay ku wada hadleen video call ama muuqaal markaas wicitaan ah iyagoo markaas halkaas isula meel dhigay sheekada filmkan iyo in markaas uu aqbalo Akshay Kumar Akshay Kumar waxa markaas hore u sameeyay Oh My God 2012kii koytoosan kadibna waxa markaas hadda wali imaaday Oh My God 2 waxaan labada durba ama labada marba matalayaa mid ka mid ah sanamyada ee Hinduuga caabudaan sidoo kale asbuucan war weyn ay jiro waxa markaas ka mid ah wararka weyn ee jiro in filmka markaas lagu magacaabo Don 3 si markaas rasmi ah goor dhow loogu dhawaaqi doono in Ranveer Singh hoggaaminta uu qaadanayo hore waxa markaas Don iyo Don 2 u sameeyay Shah Rukh Khan Farhan Akhtar ayaana markaas ka ahaa director kastaba haddii aad waxa la wareen Farhan Akhtar oo filmka markaas Don 3 u dhiibanayo aktarka lagu magacaabo Ranveer Singh sidoo kalena Shah Rukh Khan uu isaga baxay guud ahaanba samaynta franchise-kan waxa markaas loo arkay in Shah Rukh Khan uu dhiminayo fursad weyn maadaama franchise-kan uu yahay mid asaga lagu bartay oo caan ku yahay sidoo kalena muddooyinkan dambe film action ah oo aad markaas u xiiso badan daawadaasha kaga barteen waxa markaas hor u soo baxay filmka Ultimate Blockbuster kan ee Bathan sidoo kale jaban ayaa soo bixi doona 7 bisha soo adan ee September dhankiin waxa markaas u soo bixi doona Christmas ka ama December 2023 iskastaba haddii daawadayaasha dad ayaa markaas ka keenay in Don 3 loo dhiibo Ranveer Singh waxayna dalbanayaan in Shah Rukh Khan dib loogu soo celiyo sidoo kalena directorka iyo actorkan ay markaas ka heshiiyeen in film markaas dib loogu soo celiyo SRK dhinaca kale hadii markaas aan fiirno Salman Khan waxa markaas uu shaaca ka qaaday in rasmi markaas ay tahay in uu sameyn doono film action ah sidoo kalena ay wada shaqeyn doonaan directorka weli lagu magacaabo Karan Johar Karan Johar markan waxa markaas uu noqon doonaa producerka filmkan waana film markaas action ah oo mas ah kaas oo duubistiisa la bilaabi doono 2023 bisha November sidoo kale filmkan waxa markaas la sheegay la daawan doono ciid Christmaska ee sanadka dambe 2024 ama December 2024 Salman Khan waxa markaas buduuyinkii dambe u dhex dabaalinaya mowjado kala duwan inkastoo filmadiisu ugu dambeeyay saameyntiisaba oo soo dhac badan laga dareemayo iskastaba haddii Tiger 3 ay u soo socdo sidoo kale Bathan Feast Tiger ay sameyn doonaa waxaa sidoo kale la sheegay film action ah oo weli magac loo bixin in Salman Khan uu sameyn doono taas waxay ka dhigan tahay in Salman Khan uu kusoo laaban doono sameynta filmada actionka ah oo muddooyinkii dambe ama sanadihii dhexe uu saameyn xoog badan ku yeeshay ugu dambeyn asbuucan waxaa markaas filmka Welcome Tree Akshay Kumar hoggaamiyaha ka yahay lagu soo daray labada tirishaka Disha Batani iyo Jacqueline Fernandez Welcome Tree waa taxane markaas caan ah oo shaac tiro ah haddana qaybtii saddexaad ayaa la sameyn doonaa Akshay Kumar ayaa qaybta hore hoggaamiye ka ahaa qaybta labaad waxaa markaas toora ka ahaa John Abraham laakiin Akshay Kumar ayaa markaa lagu soo celiyay qaybta saddexaad isaga hoggaamin doona filmkan waxaa hore lagu soo daray Arshad Warsi oo Soomaali u taqaano Hirindustan iyo aktar ka weyn Isan Jaydud haddana waxaa lagu soo daray atirishooyinka markaas kala Jacqueline iyo Disha Batani sidoo kale waxaa filmkan directorka ah Ahmed Khan oo filmka markaas maamuli doona waana taxane markaas caan ah oo shaatir ah oo looga bartay Akshay Kumar iyo saaxiibtiisa in bacdar badan aad markaas daawadaasha kaga qosolsiiyaan haddii markaas aan fiirno qaybta kale ee ah xubinta asbuucan waxaa markaas aan ku soo qaadanaynaa xog ku saabsan ama sheeko ku saabsan shabeelnaagoodka Bollywoodka Akshay Kumar Akshay Kumar waxaa markaas lagu yaqaanaa inuu yahay aktar soo jiidasho badan waxaana markaas aan soo qaadanaynaa xiriiradii uu markaas la sameeyay atirishooyinkii caanka ahaa ee Bollywoodka ay ka soo wada shaqeeyeen waxaa markaas atirishooyinkan ku jira Shilpa Shetty, Ravina Tandon iyo atirishooyin kale oo badan
وحنا دول استاجي دونا مدول بقي حرير كذا حرير كود وحاول اسمه يأتيرشي دي مركز عن كذا لما عاو بوجع بترى أتيرشي ده ما حيسبرتين إنت إنسان لو ده جبه في لماذا سوق قليل أكشيكو مر جبدا وحنا مركز سوق كسر عادي إني بولود كسوق شو سوق كلام مركز سعينه قط جبر ماذا الله حرير جعل كده هي لك حرير كذي جعل وحاول كل ما ذي إنك أكشيكو مر وكذا نستجبدا سوق لنا وسرق سيق هذا حرير كيسة أكتر نمو بولود ك سادرت أكشيكو مر جبدا حريركي ولا لها هل كاس أيوك أيكي شابين لقد أكشيكو مر وحاول حرير لسميه جبدا لقوم جعاو أيش الجولك أيش الجولك أكشيكو مر عم مستربون وحمر كاس حرير جعل إذا سمعتين كدي مر كي فيلم كودي خلادي ويهيد نغضي لابد أن لما نه جعل كده بنانك أي صار دكتين وحنا يعان كنا غضين بولود كده حديثة لكن أكشيكو مر حيسي وأيش الجولك واو دم هذه دربنا وها أورادية أثير شوين كله إيه حريرك على هل كاس أيون قصة حري شيء كذا إيش جولك حريرك لا عنك بحي سوى كلام حريرك هو عن سنة سكاش ما تكيد إنك بقولي وجودك وها وحريرك أكشيك مر ولا سمي أثير شدوا مع رفيع نتندن رفيع نتندن وها مركز كم ده هاد أثير شوين هو أود بدن سكاش ما تكيد بقولي وجودك وها حريرك مركز سيل بدن لما أنا نضي مد مركز هير سر جاري سوى كلام جاري حتى نفط الأسكهرة لكن وح والبوح كده ما ين فالحمة تمركي أكشيكو مار قدامعي سوكا الحرير ولا سميه رفينا صاحبتي ذو دويت شل باشيتي شل باشيتي مركي ولا كل مي سوكا الحرير ولا سميه رفينا دودن أدي مركز وين يجبتي حتى وحورك خارق الشيغان إن جور خرسودي أو كده حي اللي بدو ده لكن أكشيكو مار وديدي إن بنان خرسودي رفينا وهو باي أهورتي أكشيكو مار لكن وها مركز وراعي أمو حرير ولا سميه شل باشيتي وصاحبها هيان سيدو مركز لوي قانانا وعي كدنتان إن صاحبتي ولا شكرا صدو شيل باشيتي هدي مركز إيمان حريرك ولا سمينا وحو حامد مركز وكيان السنة أي بوقي رفينا تندن سوكل وحاجر حتى حل جاس إنه حرير لسمينا أي أتريشي دي مركز سي ويند الرخاء سكستبعت شيل بيسا حتى وحجارين إن جورك بلمان لكن وحو البوحة كبحي أكشيكمار وحوها شباب ناقص سان شغلين وحنا مركز وحيسينا إنه حرير لسمينا أتريشي والبوعنا ودم بيننا وحاسس مركز عن تقولكتي أتريشي ده معه تمين كل كنا تمين كل كنا أو دلي رجش كنا سو كلا دبل كبادية إيه هاي مركز أوت هاي وها مركز يا كم تدري شو يمكن أقول هذا بدنا سلاش ما تكي أتري شذا وها مركز يا كشيكو مار أي بدي شيء لما عند بعدي يسي وها أنا مركز يسون وقلادي إنه نخضر من مركز سوق من سو كلنا نرى اللي بده يكره سكستبعت يقويش كتمين كل كنا وإسكت دين أو يمر ويسي إن مركز يا كشيكو مار وجوسه جبل دودا وحتى اسم مركز وعينين عين في كوركي اسم مركز اللي تاعي لانك حرير هذا أو مركز قيس كيس أي صاحب مركز وقدي جان إن جبل دودا إيشان وقلاني إن قف هدو أما مال ما كدب ضيع دونا جبل مركز لو معه تبين كل وح مركز يقول جول استين كده دع سوف ملك هذا إنك شو كمر إيه بده شيء لما عنده بعدي سحمة حتى أنا مركز سوي هاي قفنا الله ولا يكره سكستبعته جعل كي تبين كل أكشيك مر وح أنا غي مد جول استه الله يهذا وغير مركز لسان سكال وحيستان عرور مركز الوضع والدلين وعنا مركز ونقنا يا هيركي جعل اودن بيئ وسمستي أكشيكو مار مركز لأغوشة بيان لغن مديسي إنو لكل مي التلشوين كي وعن سنة بري سماتكي هالكاس أنك يوسا قدبنا حبنتي حبت أسبوعا وها مركز إنو إيجينا أسبوعا إي في لماذا مركز لتسوى ترجمي سوكالنا أتكدها ونكرتب استريم نغستي استريم نغست وها مركز أسبوعا نسوى ترجمتي فيلم كالوغو مقعابو هدرنجي filmka waxa markaasii in hoggaaminta leh actor ka weyn lagu magacaabo Jigabati Babu Jigabati Babu waxa uu ku matalayaa boqorshaasad markaas ka taliya degmo soo kalana ay adu xifaltamaayaan laadar kale isagoon markaas awood badan iskastaba haatee Jigabati Babu waxa markaas uu damacayaa atriishada oo ah gabadha markaasii jeclaanayna tooraha filmka soo kalana tooraha waxa markaas uu ku soo koray guriga Jigabati Babu iskastaba haatee dagaal ayaa markaa ka dhex qaraxay atooraha Jigabati filmka waxa markaas loo daawan doonaa halka uu ku dhamaanayo xifaltanka Jigabati iyo atooraha filmka kale waa filmka lagu magacaabo Kolay filmkan waxa hoggaamiye ka ah actor kale lagu magacaabo Vijay Anthony Vijay Anthony waxa filmka markaas ku matalayaa dimbi baare markaas aad u aqli badan waxaan markaas ka daba tagayaa dil loo geystay gabar model ah soo kalena heesa ah waxaa markaas kiiskan dilka uu la gaalayaa xibna markaas aad ugu dhawdhow gabadha markaas la dilay ilaa marka dambe uu soo saaro Vijay Anthony dilaga dhabta ah ee dilay gabadha markaas la dilay filmka asbuucan soo tarjumay waa filmka lagu magacaabo Rangabali filmkan waxaa markaas hoggaamiye ka ah Naga Shuraya waana film markaas jacayl familiyaar ah filmkan waxaa markaas Naga Shuraya uu ku matalayaa qof markaas degan tuulo lagu magacaabo Rangabali Rangabali waa halka lagu dilay
gabadha uu heey reerkii oo markaasi dhalay iyo reerkii ka tarmayna way isugu soo guureen degmadaas oo dambeeyay waxa markaa dhaceysa in aktarka markaas lagu maacaa naaga shuray oo xirro jacayl magaca la wadaaga tirishada laakiin waxa loo diidayaa inuu u guuriyo sidoo kale uu dajiyo halka asagu degan yahay Rangabaali maadaama Rangabaali lagu dilay tirishadan uu heey waxa filmka loo daawanay sida markaasi aktarku u xalinayo kiiska markaasi dilka halkaas lagu dilay iyo sidii markaasi gabadhan u geel lahaa degmadaas sidoo kale halkaas jacayl markaasi uu kula wadaagi lahaa aan la qulmisan lahaa filmka afraad waa filmka lagu magacaabo Chhatrapati filmkan waxa hoggaamiyay ka aktarka lagu magacaabo Bala Mukunda iskastaba haatee filmkan waa remake waxaana markaas hore loo sameeyay 2005 isagoo isla magacaan wata waxaana hoggaamiyay ka Barabas sidoo kale director waxa ka ahaa SS Rajapuli iskastaba haatee Chhatrapati waxa markaas uu yahay film Bala Mukunda oo ka dhumaya isagoo yar reerkiisa sidoo kale markaas uu la dhibaatoonay reerkiisa dib u helo waxa filmka markaas kula xifaaltamay walaalkiis sidoo kalena ahaa qofkii sababay in ay kala dhumaan reerkiisa waxa film markaas loo daawanayaa sida markaas reerkiisa uu dib ugu soo helayo dagaalka xifaaltan kale dhexmari doona walaalkiis. Gudaha barnaamijka Iskaaflaanta halkaas ku soo gabagabeynaynaa waa inoo isbuuc dambe insha Allah.